متابعي طقس العرب السعودية، أسعد الله مساءكم بكل خير. نقدم لكم هذه النشرة الجوية التي سنبدأ بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال فترة السحور، حيث يوجد طقس غائم جزئي 28 درجة مئوية متوقعة، الملموسة 27، أما الرطوبة 17%، والرياح تكون معتدلة السرعة، وبالمجمل السحور في الخارج يكون جيد. ننتقل الآن لتفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في باقي مناطق المملكة. نبدأ بالمنطقة الشمالية، حيث يسود طقس عاصف في عموم المنطقة الشمالية بسبب تمركز لمنخفض جوي فوق الأراضي العراقية. سكاك 34 إلى 19، عرعر 33 إلى 18، أما تبوك 31 إلى 18 مع غبار في عموم تلك المناطق. المنطقة الغربية، المدينة المنورة، فرصة لزخات رعدية من الأمطار 37 إلى 28، جدة 37 إلى 26، أما مكة المكرمة زخات رعدية من الأمطار 38 إلى 17، نفس الشيء في الطائف 30 إلى 22. المنطقة الجنوبية الغربية، الباحة 27 إلى 22، أبها 29 إلى 17، جازان 37 إلى 32. المنطقة الشرقية نبدأها بالدمام 37 إلى 28، إحساء 42 إلى 25، أما حفر الباطن زخات رعدية من الأمطار 38 إلى 30. أما بالنسبة للمنطقة الوسطى، حائل وبريدة فرصة لزخات رعدية من الأمطار 32 إلى 20، بريدة 37 إلى 25، أما الرياض 41 إلى 29. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.